الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب البغي. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا فطر عن أبي يحيى: سمعت مجاهداً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتجت النار والجنة، فقالت: النار يدخلني المتكبرون والمتجبرون، وقالت: الجنة لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين. فقال للنار: أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت. وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من شئت. قال: حدثنا عثمان بن صالح قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا أبو هانئ الخولاني عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه، وأمة أو عبد أبق من سيده، وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده، وثلاثة لا يسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزه، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله. قال: حدثنا حامد بن عمر قال: حدثنا بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. قال: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال: حدثنا مسكين بن بكير الحذاء الحراني عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع أو الجذعة في عين نفسه. قال أبو عبيد قال: وينسى الجذل أو الجذعة في عين نفسه. قال أبو عبيد: الجذل الخشبة العالية الكبيرة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا المستنير بن أخضر قال: حدثني معاوية بن قرة قال: كنت مع معقل المزني فأماط أذى عن الطريق، فرأيت شيئا فبادرته، فقال: ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي؟ قال: رأيتك تصنع شيئا فصنعته. قال: أحسنت يا ابن أخي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رحمه الله تعالى: وغفر له: باب البغي. باب البغي. وقد ذكر هذا الباب بعدما ذكر مسألة التؤدى وكذلك الحلم والأنات وشيء من هذه الأخلاق. والبغي هو الظلم والتجاوز والاعتداء على الآخرين، سواء اعتداء معنويا أو اعتداء حسيا ماديا. وربنا جل وعلا حرم البغي والاعتداء، والبغي من فروع الحسد. وسبق معنا باب من الأبواب فيما يتعلق بداء الحسد، وهو أول ذنب عصي الله به. والبغي إنما ينشأ عن الحسد، فشرارة البغي هو مرض الحسد الكامن في النفوس، كمون النار في الزناد. فإذا انقدح البغي دل على أن هناك مرض الحسد، عافانا الله وإياكم. ولذلك القرآن والسنة
نصوصهما تجتمع في حرمة البغي والاعتداء على الآخرين. وابن عباس رضي الله عنه يقول: لو أن جبلاً بغى على جبل لدك الباغي أو لدك الباغي. ومعلوم بأن الجبال من الجمادات، ولا يتصور بل من المحال أن يبغي جبل على جبل، هذا من المحال، وذلك لأن الله جل وعلا جعلها رواسي وأثبتها ولا تتزحزح ولا تتحرك. لكن ابن عباس رضي الله عنه أراد أن يبين بأن الباغي عليه تدور الدوائر، وأن الباغي مهما طال الزمان فإن الله تعالى سيعاقبه. ولذلك قال: لو بغى جبل على جبل لدك الباغي، لدك الباغي. ومن أقدم على البغي فهذا يدل على جهله بمعرفة ربه سبحانه وتعالى، ذلك أن الله جل وعلا قضى وقضاؤه الحق وحكم وحكمه الحق، أنه يعجل عقوبة الباغي وينصر المبغي عليه وينصر المبغي عليه. وقد قضى الله جل وعلا أن البغي يصرع أهله، وأن على الباغي تدور الدوائر. ولو بغى جبل يوما على جبل لدك منه أعاليه وأسفله. ولذلك البغي هو الاعتداء والظلم، سواء كان بالقول أو الاعتداء بالمال أو الاعتداء على الناس بضرب أبشارهم أو بسفك دمائهم أو الطعن في أعراضهم، هذا كله من البغي، هذا كله من البغي الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. والمصنف رحمة الله عليه أورد مجموعة من الأحاديث التي تشير إلى حرمة البغي، وأن من شاءه الحسد ومهيجه الكبر والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. والمسلم يجب عليه أن يبرأ من البغي، كما أنه يجب عليه أن يبرأ من الحسد، لأن الحسد مرض خطير ينشأ عنه مجموعة من الأخلاق ومن الأمراض القلبية واللسانية وغير ذلك. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: احتجت النار والجنة، فقالت النار: يدخلني المتكبرون والمتجبرون، وقالت الجنة: لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين. فقال للنار: أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت، وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من شئت. وهذا الحديث سبق شرحه في مجالس سابقة تحت باب يعني مضى الكلام عليه. والمصنف رحمة الله عليه وغفر له إنما أورد هذا الحديث تحت باب البغي، وذلك أن البغي إنما ينشأ عن المتكبرين والمتجبرين والمرضى القلوب بالحسد، هذا الذي قصده وأراده. وأعتقد بأننا لست بحاجة إلى إعادة شرح الحديث. احتجت النار والجنة، ذكرنا لكم فيما سبق أن هذا على ظاهره، وأن الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، ولذلك احتجاج الجنة والنار احتجاج حقيقي. وربنا جل وعلا له الحكمة البالغة في ذلك. والنار يدخلها المتجبرون والمتكبرون، الذين انتفخوا كبرا وضاعوا تيها، ويصدر منهم من الأعمال مثل هذا البغي، البغي والاعتداء، لأنهم يتسلطون على خلق الله عز وجل، يتسلطون على الضعفاء والفقراء والمساكين. ولذلك الله جل وعلا توعد هؤلاء بالنار، توعد هؤلاء بالنار، فقال للنار: أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت، أنتقم بك ممن شئت. وثم ذكر حديث فضال بن عبيد رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يُسأل عنهم، ثلاثة لا يُسأل عنهم، يعني هؤلاء من الهالكين، هؤلاء من الهالكين لا يُسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصياً فلا تسأل عنه. والمقصود بالإمام هنا الإمام الأكبر ولي الأمر، هذا الذي خرج على إمامه وفارق جماعة المسلمين لا تسأل عنه، لا تسأل عنه، وذلك لأنه عصى الله ورسوله. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كلها تفيد وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله عز وجل، حتى ولو كانوا ظلما وفسقا يجب على المسلم أن يبذل السمع والطاعة لهم، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد فارقوا في هذا أهل البدع والأهواء الذين يرون السيف والخروج على ولاة الأمر، ولهذا أدخل كثير من علماء أهل السنة والجماعة هذه المسألة في كتب العقائد، في كتب السنة مثلا الإمام أحمد رحمة الله عليه وابنه عبد الله والآجري وكل من كتب في السنة ذكروا هذه المسألة وذهبوا إلى أنها أصل من أصول أهل السنة والجماعة، يخالفون في ذلك أهل الأهواء والبدع الذين يرون شق عصا الطاعة وسل السيف على ولاة الأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد. وقد أحسن الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في باب الإمارة، حيث إنه جمع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث في وجوب السمع والطاعة، في وجوب السمع والطاعة، وأن من خالف هذا فلا تسأل عنه، يعني من الهالكين، من الهالكين. وهذه مسألة وللأسف يتساهل فيها كثير من المسلمين، ولذلك تجدهم يتساهلون في هذا الأمر ويطعنون في ولاة الأمور ويشغبون عليهم، وهذا مما وهذا معصية لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ولاة الأمور الواجب على المسلم أن يؤلف القلوب عليهم وأن يحافظ على هيبتهم، لأن المصلحة في ذلك مصلحة لجميع المسلمين، مصلحة للجميع. والطحاوي رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة في العقيدة المتفق عليها بين المذاهب الأربعة: ونرى السمع ونرى السمع والطاعة لولاة الأمور برهم وفاجرهم، ونرى الحج والجهاد ماضيان مع أئمة المسلمين برهم وفاجرهم. ومن فارق الجماعة وشق عصا الطاعة هذا لا تسأل عنه، هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمستقرئ للتاريخ والمستنطق للواقع الذي نحن أبناؤه وعايشناه يجد أن هذا الأمر يمثل أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وأن من خالف ذلك فقد جر على المسلمين جر عليهم الويلات وأنزل عليهم صواعق الهلاك، وهذا هو الواقع الآن. والسبب في ذلك هو معصية الله ومعصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد دلت نصوص القرآن والسنة، بل أجمع أهل السنة والجماعة على هذه العقيدة، بذل السمع والطاعة لولاة الأمور وحرمة شق عصا الطاعة وتفريق الجماعة. وهذا مما كان يوصي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أول ما ذكر من الثلاثة الذين لا تسأل عنهم، يعني هؤلاء من الهالكين: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا. ومفارقة الجماعة
إما أن تكون بالقول وإما أن تكون بالفعل. أما بالفعل فهو حمل السلاح والخروج عليهم، هذا بالفعل. وأما بالقول فهو كثرة ثلبهم ونقدهم والتشغيب عليهم وإغار الصدور على ولاة الأمور، هذا مما هو محرم ولا يجوز. الثاني قال: وأمة أو عبد أبق من سيده. أمة أو عبد، هذا في الزمان السابق، أما الآن فليس هناك إماء ولا عبيد. أبق من سيده يعني شرد وهرب من سيده، لا لسبب وإنما هكذا. وهذا يدلنا على حرمة الغدر والخيانة ونقض العهد والعقد. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فالأمة والعبد قديما هم ملك لهذا الإنسان، ويتجاذبهم أمران: الآدمية والمالية. فكما أنهم من بني آدم ولهم أحكام، كذلك هم من جهة مال، وإباقهم تفويت النفع على سيدهم. والآن كما ذكرت بأن هذا غير موجود. ومن الصور الموجودة حاليا ما يحصل من هروب العامل أو هروب العاملة مثلا، لا لسبب، فيأتي بعض الخدم أو العمال ويأتي بهم الشخص ويدفع مبالغ كبيرة جدا، ثم إذا استقر في بيته وأمضى شهرا أو شهرين تحايل عليه وهرب ليشتغل عند بيت آخر أو ليمارس أعمال أخرى. لا شك بأن هذا والعياذ بالله فيه غدر وخيانة ونقض للعهد، وهذا يعاني منه كثير من الناس. ولذلك يقول بعض الناس بأنه أتى بعاملة منزلية ولم يمضي عليها إلا أيام قليلة وقد هربت، لا لسبب، لا لسبب، وإنما هكذا لأمور ولأغراض، إما أن تكون سيئة وخبيثة، وإما أن ترغب في أن تحصل على مبالغ أعلى. كذلك يأتي بعض الأشخاص بعمال على كفالتهم، على كفالته، ثم يهربون منه، وهذا لا شك بأنه يندرج تحت هذا الأمر، لأن هذا الأمر كله إنما هو داخل تحت الوفاء بالعهد والإيفاء بالعقد. ثم قال: وامرأة غاب زوجها عنها، غاب زوجه عنها، سافر عنها لجهاد شرعي أو لطلب علم أو لتجارة أو لصلة رحم أو لحج أو عمرة أو لأي غرض من الأغراض، غاب عنها زوجها وكفاها مؤونة الدنيا، يعني ترك لها النفقة الواجبة والزائدة أيضا عن الواجبة، ولم يقصر معها، ولم يقصر معنا، فليس هناك ثم حاجة يعني إلا وقد وفرها لامرأته. قال: فتبرجت وتمرجت بعده، نعوذ بالله. والمعنى أن هذه المرأة مراقبتها لزوجها أعظم من مراقبتها لله عز وجل. والدليل على ذلك أنها لما كانت تحت عين زوجها فهي متحجبة متسترة، ولما غاب عنها زوجها تبرجت وتمرجت وأظهرت مفاتنها وعرضت جسدها لأعين الناس، نسأل الله العافية والسلام. فاستحقت هذه العقوبة أنها من الهالكين. لماذا؟ لأنها جعلت الله أصغر الناظرين في عينه، جعلت الله أصغر الناظرين في عينه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف إيمانها ورقة دينها وقلة تقواها، ويدل على تمردها على أوامر الله سبحانه وتعالى. أما المرأة الحافظة للغيب فهي التي تقوم على الحقوق والواجبات وتعتني بأوامر الله عز وجل في حال الشهادة وفي حال الغيب، فشأنها شأن واحد،
سواء حضر زوجها أو غاب فهي متقية لله عز وجل، متقية لله عز وجل، كحال كثير من الناس الذين إذا سافروا خارج أوطانهم وبلدانهم فأحوالهم واحدة، يحافظون على الصلوات وعلى الآداب والمروءات، وتجدهم أكثر حرص من كونهم في داخل بلادهم، لأنهم يعتقدون بأنهم سفراء لبلادهم، فكما أنهم يراقبون الله عز وجل كذلك ينظرون في مصلحة أوطانهم، ولا يشوهون صورة أوطانهم بممارسات فيها ينعكس نظر الناس أو يعكسون نظر الناس بناء على ما يرونه من هذا الشخص. ومن الناس نسأل الله العافية والسلامة إذا كان في بلده فهو محافظ، وإذا سافر خارج بلده وأصبح غريبا في أوطان بعيدة أو قريبة تهتك والعياذ بالله، وانعتق عن كل القيم وعن كل الآداب، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤونة الدنيا، يعني وفر لها كل شيء، فتبرجت وتمرجت بعده. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وثلاثة لا يسأل عنهم، ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزه، وهذا سبق شرحه في الحديث الماضي في مجالس سابقة. رجل نازع الله في رداءه ثم بين قال: فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزه، والمعنى أن هذا الرجل يتكبر على خلق الله ويتجبر على عباد الله، هذا لا تسأل عنه فإنه من الهالكين. ورجل شك في أمر الله، شك في أمر الله فلم يستقر إيمانه وإنما هو متأرجح شاك في أمر الله عز وجل، تجده والعياذ بالله يشك في القرآن ويشك في البعث بعد الموت ويشك في عذاب القبر ويشك في بعض الأوامر، وسبب هذا الشك أنه هو الذي عرض نفسه للفتن وفتح على نفسه أبواب الجحيم وذهب برجله إلى مواطن الوباء الفكري والعقدي والإيماني، فدخل في دائرة الشك، وقد من الله جل وعلا عليه بالإيمان، من الله جل وعلا عليه بالإيمان، هذا لا تسأل عنه، نسأل الله العافية والسلام. والمقصود بأن هذا من الأشخاص الذين من الأشخاص الهالكين الذي يشك في أمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ورجل، والقنوط من رحمة الله، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله، هذا أيضا نسأل الله السلامة والعافية والستر، هذا الذي يقنط من رحمة الله عز وجل، هذا لا تسأل عنه، ذلك أن الله عز وجل رحمن رحيم، والله جل وعلا وعد ووعده الحق أن من تاب تاب الله عليه، وأن من عمل صالحا فأن الله تعالى سيحييه الحياة الطيبة في الدنيا وسيجازيه الجنان يوم القيامة، والله لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد. ولذلك من أعظم الأعمال إحسان الظن بالله عز وجل، أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. والله تعالى شكور، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولذلك ما يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون، ما يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله إلا من كفر بالله، نسأل الله العافية. هؤلاء لا تسأل عنهم فإنهم من الهالكين. والشاهد بارك الله فيكم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزه. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المرض
ولم يذكر آثاره، لأن آثار مثل هذه الأمراض تدرك بمقدمات العقول وتعرف من خلال ممارسات واقع المتكبر. فالمتكبر ينظر إلى الناس باحتقار وبازدراء، المتكبر يظلم الناس ويأخذ حقوقهم ويضرب أبشارهم وربما يسفك دماءهم. المتكبر بعيد عن أمر الله سبحانه وتعالى، فهو لا يراعي لله حقا ولا يقيم فرضا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المنازع هذا لله عز وجل، وآثار هذا المتكبر إنما تدرك بمعرفة بالواقع وبالنظر إلى هؤلاء المتكبرين، إلى هؤلاء المتكبرين. ثم ذكر حديث بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت، يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. هذا الحديث العظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن جميع الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. والمعنى بأن هناك ذنوب قد يغفرها الله عز وجل، ولا يخفاكم بأن الذنوب تكفر بأمور، منها التوبة إلى الله عز وجل، التوبة إلى الله عز وجل. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الثاني الحسنات الماحية، الحسنات الماحية، فقد يكون للمذنب حسنات عظيمة تمحو هذه الذنوب. وأعظم الحسنات حسنة التوحيد، كما أن أعظم السيئات سيئة الشرك. وهذه الحسنات الماحية سبب من أسباب التكفير، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعمر: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الثالث المصائب، المصائب، المصائب من الأمراض والابتلاءات، هذه أيضا من مكفرات الذنوب والآثام والخطايا. والرابع بعض الأعمال الصالحة مثل الحج، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. قد اختلف العلماء في الذي يكفره الحج، هل هي الصغائر فقط أم جميع الذنوب، على قولين مشهورين وغيرها من مكفرات الذنوب والآثام. فالله جل وعلا قد يؤخر منها ما شاء سبحانه وتعالى ويغفر منها ما شاء جل وعلا على ما ذكرت. ثم استثنى البغي، قال: إلا البغي، إلا البغي، وذلك لفظاعته ولخطورته ولآثاره، آثاره العظيمة. البغي وهو الاعتداء على الناس وظلم الناس، وكما ذكرت قبل قليل يشمل الأمور الحسية والمعنوية والمادية، كل هذا من البغي. يعني البغي لا يقف فقط على القتل مثلا أو سفك الدماء، وإنما البغي قد يكون في الأموال، يعتدي على أموال الناس، وقد يكون في ضرب الأبشار وإراقة الدماء. ومن البغي أيضا الخروج على ولاة الأمور، الخروج على ولاة الأمور هذا من البغي، أو إثارة العصبية والنعرات. يقول جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا من البغي، هذا من البغي. ولذلك البغي عقوبته معجلة، وما أقدم إنسان ولا تجرأ ولا تجاسر على البغي إلا بسبب عدم معرفته بربه، وأن الله جل وعلا ينصر المبغي عليه عاجلا غير آجل،
عاجلا غير آجل. وكم رأينا في الدنيا من حوادث تشير إلى هذا المعنى، ويقول الأول وليس الفتى وليس الفتى مثل حمل بن بدر بغى، والبغي مرتعه وخيم. وحمل بن بدر هذا قصته عجيبة لعلكم تراجعونها، وهو أنه بغى بغيا عظيما حتى ضرب به المثل حينما دخل قومه في معركة مع قبيلة أخرى، فأخذ مجموعة من الأطفال وكان يقول لكل طفل نادي أباك، فإذا نادى أباه رماه بسهم ويقول لبيك، ثم قتل ما يزيد على 20 من الأطفال في صورة بشعة تدل على غدره وتدل على إمعان بغيه. ثم إن هؤلاء القوم ترصدوا له حتى إذا اطمأن مع مجموعة من أصحابه ودخل يغتسل في غدير ماء، وقد وضعوا أسلحتهم وثيابهم فأحاطوا بهم ثم إنهم استعطفوهم واسترحموهم وقالوا لهم يعني كلاما، لكنهم أبوا وكانوا يقولون له ولمن معه قولوا لبيك يا فلان، فإذا قال لبيك رموه بسهم. وقيل بأن هو قتلوه قتل شنيعة حتى إنهم مثلوا بجثته وضرب به مثل، وما الفتى إلا حمل ابن بدر بغى والبغي مرتعه وخيمه. البغي مرتعه وخيمه، ولذلك عاقبة الباغي أو عاقبة البغي معجلة. ثم قال وعقوق الوالدين، عقوق الوالدين أيضا العقوبة معجلة. وبعض الناس يظن أن عقوبة الوالدين تكون من جنسها، يعني لأن هناك قاعدة أن الجزاء من جنس العمل، وهذه ليست مضطردة في واقع الأمر. فبعض الناس يعتقد بأنه إذا عق والديه سيعقه أولاده لا محالة، وهذا أمر قد يكون وقد لا يكون، فيعاقبه الله جل وعلا بعقوبات أخرى، منها سلب الإيمان والعياذ بالله، ومنها قساوة القلب، ومنها أن يسلط الله عز وجل عليه من لا يخاف الله ولا يرحمه. ولذلك كل من عق والديه عجل الله جل وعلا له العقوبة. ومن العقوبات الهموم والأحزان، هذه جنود من جنود الله عز وجل. ومن العقوبات نزع البركة، ينزع الله جل وعلا البركة من نفسه ومن ماله ومن أسرته، هذه من العقوبات المعجلة. قال أو قطيعة الرحم، وكذلك قطيعة الرحم عقوبتها معجلة. قال عليه الصلاة والسلام يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. وقد يعني وكم رأينا وراء الناس من هذا الجنس الذين تخلقوا بهذا الخلق العقوق وقطيعة الرحم، ورأينا بأم أعيننا عقوبات معجلة عليهم. وليس بالضرورة أن يكون حادث سير أو حريق أو غرق أو شيء، لا، وإنما عقوبات أحياناً والعياذ بالله يلقي الله عز وجل البغض في قلوب الناس تجاه هؤلاء، بغض يبغضهم الناس. قد يكونون من المصلين ومن أهل الجمعة والجماعة، لكن بسبب قطيعة الرحم سلط الله عليهم مثل هذه العقوبات. ويقول يزيد بن الأصم سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذل أو الجذع في عين نفسه. والمعنى يقول قال أبو عبيد الجذل الخشبة العالية الكبيرة. وهذا الأثر ورد مرفوعاً أيضاً إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذكره المنذري في الترغيب. والمعنى أن أبا هريرة رضي الله عنه يشير إلى مسألة، وهي أن بعض الناس يعني عادته الدائمة وطبيعته المستمرة هو البحث عن عيوب الآخرين والتفتيش عن النقائص في الناس، وهو
مليء بالعيوب ومليء بالمثالب، ومع ذلك لا يصلح من نفسه ولا يكمل من ذاته، وإنما همه هو نقد الآخرين، وهذا نوع من أنواع البغي. فتجد مثلا بعض الناس الآن ينتقد الآخرين، يقول شوف فلان يغتاب فلان يغتاب، وهو واقع في الغيبة منغمس فيها. وبعض الناس ينتقد الآخرين في قلة صلاحهم وضعف استقامتهم وهو عنده هذا البلاء، عنده هذا البلاء، وهكذا. ولذلك لذلك يجب على الإنسان أن ينتبه وأن يكمل من ذاته وأن يصلح من نفسه وأن يراقب عيوبه قبل أن يراقب عيوب الآخرين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وأنت مطالب أول، مطالب في المقام الأول بإصلاح نفسك، بإصلاح نفسك، وأنت أدرى بنفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والمعنى بأن من الناس من لديه بغي ولديه كبر، فتجده يرى عيوب الآخرين ولا يرى عيوب نفسه، وتجده يفتش عن عيوب الآخرين وعن النقائص التي ربما لا ترى بالعين المجردة إلا بعد أن يمعن النظر ويدقق ويفتش، وهو مليء بالعيوب من رأسه إلى أخمص قدميه. يبصر أحدكم القذاة أو الجدل في عينه، في عين أخيه، ولا يقول يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يبصر الجذع في عينه، يعني الذنب الكبير الذي هو واقع فيه. ومن هذا الباب، باب البغي، ما يتعلق بالطعن في أنساب الناس والطعن في أعراض الناس، هذا من أعظم البغي، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا واقع فيه كثير من الناس، مثلا يطعن في أنساب الناس وفي أعراض الناس وفي أصول الناس. مثلا تقول عائشة رضي الله عنها: لقد عرفت أهل بيت من قريش، أهل بيت لا يصمون في نسبهم، لا يصمون في نسبهم، وما زال بهم عرامتهم، وما زال بهم عرامهم، يعني غلظتهم وقسوتهم وكبرهم، وما زال بهم عرامهم وبغيهم على قومهم حتى ألحق بهم من ليس فيهم. سبحان الله، هذه العقوبة المعجلة، عقوبة البغي. يعني كانوا مستورين الحال، أنسابهم سليمة، ليس فيهم ما يعيبهم، لكنهم كانوا يبغون على الناس، يتكلمون هذا من هذا نسبه كذا، يغمزون الناس في أنسابهم ويطعنون في أحسابهم، فابتلاهم الله عز وجل، ابتلاهم الله عز وجل فيهم، فدخل فيهم من ليس فيهم، من ليس منهم، وهذا من العقوبات المعجلة. ثم ذكرت رضي الله عنها تقول، أعيد أثر عائشة، تقول: لقد عرفت أهل بيت من قريش، أهل بيت لا يصمون في نسبهم، وما زال بهم عرامهم، يعني قسوتهم وغلظتهم، وما زال بهم عرامهم وبغيهم على قومهم حتى ألحق بهم ما ليس فيهم أو منهم، ورغب عنهم واستهجنوا، رغب عنهم واستهجنوا، وأهل بيت كانوا يوصمون في أنسابهم، كانوا يوصمون في أنسابهم، فما زال بهم حلمهم على قومهم وحرصهم على مسارهم حتى صحبوا ورغب إليهم وكانوا أصحاء. سبحان الله العظيم، تقول كانوا أصحاء، هذا هو البغي وهذه عاقبة البغي، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك البغي أنواع وأشكال، منها البغي في المال. يقول جل وعلا: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. وكان بغي قارون حينما فعلا تكبر على ربه جل وعلا،
ونسب نعمة المال إلى نفسه، قال إنما أوتيته على علم، علم عندي، هذا نسب النعمة إليه فبغى والعياذ بالله. ويوجد من أرباب الأموال من عنده بغي على الناس نعوذ بالله، يتسلط عليهم ويفتخر عليهم ونسي المسكين بأن الله تعالى هو الذي رزقه، وأن هذا الرزق ليس علامة على رضا الله عز وجل، لأن عطايا الربوبية لكل أحد، للبر والفاجر وللمسلم والكافر وللتقي والشقي، هذه عطايا الرب. أما رضا الله عز وجل فهو لأهل الإيمان، لأهل العبادة ولأهل الصلاح. وأيضا من البغي البغي بالعلم، مع أن العلم الأصل أنه يروض النفوس ويهذب النفوس، لكن من الناس من يبغي بالعلم، قال جل وعلا وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، قل جل وعلا فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. سبحان الله العظيم، الأصل أن العلم يهذب النفوس ويروض الإنسان ويجعله على حالة استقامة، لكن من الناس من يبغي بالعلم، يبغي على الناس بالعلم، وذلك بالمراء وبالجدال بالباطل وبغير الحق، وكذلك بالتكبر على خلق الله، فهو يحتقر عباد الله ويرى بأن له المكان العالية. والله جل وعلا يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك، أصلا كنت جاهل أنت فعلمك الله، لولا الله ما تعلمت. قال جل وعلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قل جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. وأخطر الخطر يوم أن يستخدم الإنسان العلم وقواعد العلم في مثل هذا الأمر بالتكبر على خلق الله، أو العياذ بالله الحسد المذموم في إسقاط العلماء أو في الطعن في طلبة العلم، لأن من الناس والعياذ بالله من يستعمل بعض القواعد العلمية في الطعن في العلماء وفي إسقاطهم وفي ثلبهم وفي جعل الناس ينفضون من حولهم، هذا من البغي. وكم رأينا وشاهدنا أناسا سلكوا هذا المسلك فعاقبهم الله عز وجل ودارت عليهم الدوائر، دارت على هذا الدوائر، نسأل الله السلامة والعافية. فقد يوجد من العلماء من كتب الله على يديه خيرا وسد الله به ثغورا وهو ليس معصوم، يقع في الخطأ، فقد يخطئ في مسألة أو مسألتين، فيأتي هذا الباغي الظالم ويتصيد هذه الأخطاء ثم يذيعها بين الناس ويحرص على أن يسقط هذا العالم أو طالب العلم، هذا بغي. وكل من سلك هذا المسلك فهو منتظر في صالة انتظار العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان السلف الصالح إذا تكلموا في الرجل تكلموا بعلم وبعدل، تكلموا بعلم وبعدل. وأبو العباس تقي الدين رحمة الله عليه لما ذكر العالم المجتهد قال قد يخطئ في 100 مسألة، قد يخطئ في 100 مسألة ولا يضره ذلك، والمعنى بأن هذا من البغي، نسأل الله العافية والسلامة. وهو البغي بالعلم، أن يعني يستعمل الإنسان العلم الذي رزقه الله عز وجل بالإضرار بالآخرين وبالتشغيب عليهم، كل هذا سببه الحسد. الحسد يعني يوجد من الناس الحسد، هذا مثل الجمرة الكامنة تحت الرماد، الذي يخاف الله عز وجل ويتقيه يمنعه تقوى الله ومخافة الله أن يعمل بهذا الحسد. أما والعياذ بالله من غابت عنه مخافة الله عز وجل فإنه يسعى في الإضرار بالآخرين، هذا بغي. كذلك البغي بالكلام في الأعراض وفي الأنساب كما ذكرت أنا قبل قليل. وقال محمد بن كعب القرظي يقول ثلاثة أو ثلاث من كن فيه كن عليه، ثلاث من كن فيه كن عليه، البغي والمكر والنكث، وهذا في القرآن
يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. ويقول جل وعلا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ويقول جل وعلا: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. انظر إلى هذه الآيات العظيمة التي جمعها محمد بن كعب القرظي حينما قال: ثلاث من كنا فيه كنا عليه، البغي والمكر والنكث، يعني نكث العهود والمواثيق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. ويقول جل وعلا: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يقول جل وعلا: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. والمعنى بارك الله فيكم بأن البغي هذا فرع من فروع الحسد، وأن المسلم يجب عليه أن يخاف الله وأن يتقيه في السر والعلاني، وأن يحذر الحذر كله من أن يبغي على الناس. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. وأن من بغى واعتدى فهو في صالة انتظار العقوبة، عاجلا أم آجلا، إلا أن يشاء الله عز وجل بتوبة يحدثها قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. والحذر الحذر من هذا اللسان، هذا اللسان الخطير الذي بعض الناس يتساهل في الكلام ولا يراقب الله عز وجل حينما يتحدث. اللسان هذا ربما صدرت كلمة منه أوبقت دنياك وآخرتك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن الرجل، يعني والمرأة، ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. إذا كنت قادرا على أن تتكلم وأن تطعن وأن تقذف الناس وأن ترمي الناس، فاعلم بأن الله تعالى أقدر عليك من قدرتك على مثل هذا الأمر. والمعنى بأن الإنسان يجب عليه أن يعالج أصل الداء وهو الحسد. وسبق أن ذكرنا في مجلس سابق كيفية مداواة ومعالجة هذا الداء الخطير، لأنك إذا داويت الحسد انتهت فروعه. وأما إذا عالجت فرعاً وتركت الأصل وهو الحسد فإن الأمراض كثيرة. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني معاوية بن قرة قال: كنت مع معقل المزني فأماط أذن عن الطريق، أماط أذن عن الطريق، فرأيت شيئا فبادرته. يقول معاوية بن قرة: كنت مع معقل المزني فأماط أذن عن طريق. وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 60 شعبة، وفي لفظ 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وإماطة الأذى عن الطريق هو إزاحته وتنحيته عن طريق الناس، عن طريق الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا نحى شوكة في طريق الناس كانت تؤذيهم، فشكر الله عز وجل له. فيقول معاوية: فرأيت شيئا فبادرته، يعني رأيت أذى في الطريق فذهبت وأمطت هذا الأذى عن الطريق. فقال، يعني معقل ابن المزني، قال: ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي؟ قل: ما الذي جعلك تفعل هذا الفعل؟ قال: رأيتك تصنع شيئا فصنعته. فقال: أحسنت يا ابن أخي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. هذا الحديث، هذا الأثر، وهو أيضا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يرويه معقل المزني، فيه مجموعة فوائد. منها أولا إيراد البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في خاتمة هذا الباب، وذلك من فقهه رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو أن البغي أذى، البغي أذى،
وإماطة الأذى هذه شعبة من شعب الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، سواء كان البغي معنوي بالقول أو كان حسي مادي بالفعل يعني. ولذلك يجب على الإنسان أن يميط أذاه عن الناس وأن يكف شره عن عباد الله عز وجل. الأمر الثاني أن إماطة الأذى فيه ترويض لهذه النفس المتعالية وإخماد لجمرة الحسد والكبر الموجود في هذه النفس. ولا شك بأن مثل هذه الأعمال تعود الإنسان على التواضع، وكأنها مقامع على رأسه تخضعه لله عز وجل تواضعا له سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى التزام الصحابة الهدي النبوي وعدم تساهلهم في أي فضيلة من الفضائل، فهذا معقل. المزني الصحابي الجليل يميط الأذى عن الطريق، ولم يمنعه صحبة أحد أصحابه أو مشيه مع أحد أصحابه، وإنما كلف نفسه وذهب وأماط الأذى عن هذا الطريق. المسألة الأخرى الاقتداء بالصالحين والتأثر بهم، فانظر إلى معاوية بن قرة كيف تأثر بصاحبه معقل المزني حينما رآه عمل عملا صالحا، قام فاتبعه في ذلك. ولا شك بأن الصاحب صاحب، والمجالسة تستدعي المجانسة والمشاكلة، وهذا يعرف بالتجربة. ومن خالط العلماء تعلم، ومن خالط السفهاء أصابه السفه. ولذلك الإنسان ما خالط خيرا صالحا إلا والتقط منه أخلاق طيبة واكتسب منه معارف وأمورا يجدها في واقع حياته. نعم. قال: باب قبول الهدية. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ضمام بن إسماعيل قال سمعت موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا. قال حدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال: كان أنس يقول: يا بني تباذلوا بينكم فإنه أود لما بينكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قبول الهدية. والهدية هي خلق من أخلاق أهل الإسلام، وهي من الأمور التي تلين القلوب وتشرح الصدور وتوثق العلاقة بين الناس، لأنها تدخل السرور والفرح، وهي عنوان على المحبة وبريد للتواصل بين الناس. ولذلك الهدية حينما يبذلها الناس يعني يحصل بينهم من المحبة وإشاعتها الشيء المعروف بين الناس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وكان يثيب عليها صلى الله عليه وسلم، وكان يقبل الهدية من المسلمين ومن المشركين. وقد أهدى إليه المقوقس صاحب الإسكندرية، أهدى إليه ماريا القبطية وأختها نسرين، وأهدى له بردة وبغلة اسمها دلدل، فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يثيب على الهدية، ولا شك بأن قبول الهدية أيضاً علامة على التواضع، سواء كانت الهدية قليلة أم كثيرة. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو قبول الهدية. وأما من لا يقبل الهدية الصغيرة فهذا يدل على كبر في نفسه وغرور وعجب، وهذا من دفائن النفوس يظهر في مثل هذه الحالات، وهو رفض الهدية. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لو أهدي إلي كراع لقبلت، لو أهدي إلي كراع. تعرفون الكراع؟ كراع الشاة، هذا الذي يرمى أحياناً بعد
بعد ذبح الشاة يرمى هذا الكراع، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أهدي إلي كراع لقبلت. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعاً لدرجة أنه يقبل حتى مثل هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام حث النساء على التهادي: ولو فرسن شاة، الظلف هذا الظلف لو أهدي إليك اقبله. والهدية ينبغي أن تشاع بين الناس وأن لا تنقطع، لأنها عنوان المودة وبريد التواصل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. وقد جاء في حديث إسناده ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى عنه: الهدية تسل السخيمة من الصدر، يعني البغضاء الموجودة بين الناس وتسلها. والمعنى صحيح، والمعنى صحيح. فكم من إنسان بينه وبين آخر شحناء أو بغضاء، فجاءت الهدية فسلت هذه البغضاء من الصدر وكنست هذه الشحناء من القلب. وهذا أمر معروف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: يا بني تباذلوا بينكم، يعني البذل المقصود فيه الإهداء، تباذلوا بينكم فإنه أود لما بينكم. والمعنى أن الناس في هذه الحياة قد يصدر منهم أشياء لا ينتبهون لها، وربما زرعت بذرة شر في النفوس، وتأتي الهدية فتقتلع هذه البذرة من جذورها، وهناك تكون المحبة والمودة. وبالنسبة للهدية لها أحكام كثيرة، منها أولاً أنها مندوب إليه، مندوب إليه. ولذلك كما ذكرت قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وكان يهدي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، الواجب على المسلم إذا أهدي إليه هدية أن يفرح بها، ومن صور الفرح بها إظهار هذه الهدية، إظهارها ويعني عدم إخفائها، لأن هذا يدخل السرور على المهدي. الثالث، أن لا يحتقر الإنسان شيء من الهدايا، أن لا يحتقر الإنسان شيء من الهدايا ولو كان قليلا، كما ذكرت الحديث قبل قليل: لو أهدي إلي كراع لقبلت. المسألة الرابعة، يجب على الإنسان أن يمتنع عن بعض الهدايا، أن يمتنع عن بعض الهدايا، منها مثلا الهدايا التي هي من الأعيان المحرمة، كهدية الخمر أو المخدرات مثلا، أو شيء مما حرمه الله عز وجل. ولا يجوز للإنسان أن يقبل هذه الهدايا لأنها محرمة. الأمر الثاني أو الصورة الثانية، هدايا العمال، فإن هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول ويعني خيانة. فإذا كان الإنسان موظفا في دائرة حكومية أو في مؤسسة أو في شركة أهلية أو في أي منشأة ويتقاضى على ذلك مرتبا، فإنه لا يجوز له أن يقبل الهدية. النبي عليه الصلاة والسلام بعث رجلا من الأزد لجباية الزكاة يقال له ابن اللتبية، فلما عاد قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنا نولي الرجل العمل مما ولانا الله، ثم يأتي ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمي فتأتيه هديته؟ الصورة الرابعة أخذ الهدية على الشفاعة، فإنه لا يجوز للإنسان إذا شفع شفاعة حسنة أن يأخذ عليها الهدية، فإن هذا من أربى الربا، من أربى الربا. كذلك من الأحكام شراء هديتك، فإذا أهديت هدية فإنه لا يجوز لك أن تشتري هذه الهدية، كما أنه لا يجوز لك أن تشتري صدقتك. فقد جاء من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فنهاه حينما أراد أن يشتري صدقته، لأن عمر قال: حملت على فرس رجلا يعني فأضاعه، أهمله،
فأردت أن أشتريه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريها، فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. كذلك الهدية التي ربما يكون من ورائها غرض سيء، فإنه للإنسان أن يرد هذه الهدية ولا يقبلها. قال جل وعلا عن سليمان عليه السلام: قالت ملكة سبأ: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فردها سليمان، رد الهدية لأن الغرض لم يكن حسنا. وهناك مجموعة حقيقة من الأحكام المتعلقة بمسألة الهدية، والمقصود بأن الناس ينبغي أن يحيوا مثل هذا الأدب ومثل هذا الخلق، وهذا سبب من أسباب التحابب كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: باب من لم يقبل الهدية لما دخل البغض في الناس. قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أهدى رجل من بني فزارة للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فعوضه فتسخطه، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: يهدي أو يهدي أحدهم فأعوضه بقدر ما عندي ثم يسخطه، وايم الله لا أقبل بعد عامي هذا من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يقبل الهدية لما دخل البغض في الناس. وهذا يأتي ضمن الأحكام أو بعض الأحكام التي ذكرتها من جواز رد الهدية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أهدي إليه قابل الإهداء بهدية، فكان يرد الهدية بمثلها أو بأحسن منها. أهدى له رجل من بني فزارة ناقة فعوضه النبي عليه الصلاة والسلام فتسخطه، يعني ما قبل هذه الهدية من النبي عليه الصلاة والسلام التي أثابه عليه وما رأها شيء. فقام النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر فقال: يهدي أحدهم فأعوضه بقدر ما عندي ثم يسخطه، وأيم الله لا أقبل بعد عام هذا من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. وفي هذا ثناء من النبي عليه الصلاة والسلام على هذه القبائل التي كانت مشتهرة بالإهداء وعدم التشوف والتطلع إلى الإثابة على هذه الهدية، وإذا أثيبت رضيت بما تثاب به من الإهداء. وهذا ينتظم ضمن ما ذكرت من جواز رد الهدية أحياناً لسبب من الأسباب. خلاص. اللهم صل على استغفر الله.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذه حصة الإجابة على الأسئلة المرسلة عبر الموقع. يقول السائل أو السائلة: إذا احتاجت الزوجة لعملية جراحية بسبب مشكلة صحية، فهل يحق لأم الزوج منع ابنها من ذلك بحجة توفير سعر العملية؟ الجواب: لا يجوز لأم الزوج ولا لأحد أن يمنع الزوج من دفع مبلغ العملية التي تحتاجها هذه المرأة، ما دام أن لديها مرضاً وتحتاج إلى عملية عاجلة مثلاً. وإذا ترتب على هذه المرأة ضرر، فإن الأم تشارك في الإثم وتترتب عليها يعني أشياء كثيرة. فلا يحق للأم أم الزوج ولا لأب الزوج أن يتدخل في منع الزوج من دفع تكاليف العملية بحجة توفير المبلغ. هل لإمام المسجد أن يقول للمصلين: من ضاع عليه شيء يأتي إلي، أم هذا من إنشاد الضالة؟ الذي يظهر أن هذا من إنشاد الضالة. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الضالة في المساجد، وقال: إذا سمعتم من ينشد ضالته فقولوا: لا ردها الله عليك. وكما قال صلى الله عليه وسلم: قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إنشاد الضالة في المسجد. ولذلك لا يجوز للإمام أن يقول مثل هذا، لأن هذا من إنشاد الضالة. وإذا يعني كان عنده شيء فخارج المسجد، عند باب المسجد يذهب أو يكلف شخصا مثلا خارج المسجد يخبر الناس، أو يكتب مثلا لوحة على جدار المسجد الخارجي يقول: هناك شيء موجود عند الإمام لمن ضاع منه. ما حكم دفع ورقة 1000 درهم إلى شخص على أن يعطيه فك 100، ولكن هذا الشخص لا يملك في جيبه سوى 500، فتم ذلك على أن يعطيه المبلغ الباقي فيما بعد؟ هذا نوع من أنواع الصرف لا يجوز إلا بالتقابض. ولذلك إذا أعطاه ورقة فئة 1000 على أن يصرف له فئة 100 أو 200، وأعطاه 500 فقط، لا يحل لهما أن يتفارقا إلا بإكمال المبلغ. وهو الآن يقول له: فيما بعد سأصرف لك المبلغ كاملا، ويأخذ الفئة ويلتقيه في مجلس آخر. أما على هذه الصورة فهذا منهي عنه. في بعض الأحيان نحتاج إلى دراهم لمواقف السيارة، فما حكم من أعطى فئة 5 دراهم إلى شخص وأخذ منه 3 فقط وسامح في الباقي؟ هذه يعني هذه صرف ومسامحة، فهو صرف وبقي على الصارف 2 درهم فسامحه فيها، هذا من باب المسامحة والعفو، لا شيء في ذلك. هل تعتبر عقود الإيجار المنتهية بالتمليك عقود منفصلة للإيجار والبيع من أنواع البيع الصحيحة وشراء المنفعة؟ بالنسبة لمسألة الإيجار المنتهية بالتمليك، يعني صححت هذه المعاملة بعد الفتاوى والقرارات التي صدرت من المجامع الفقهية ولجان الفتوى، ولذلك أصبح الآن وضعها الإجارة المنتهية بالهبة، الإجارة المنتهية بالهبة في أكثر يعني من جهة تتعامل بهذا، وليست الإجارة المنتهية بالتمليك. الإجارة المنتهية بالتمليك ممنوعة شرعا، أما الإجارة المنتهية بالهبة فهذه يعني رخص فيها العلماء. هل من الممكن أن أصلي كل يوم صلاة الصبح ثم أجلس هناك وأحدد وقت الضحى؟ السؤال طبعا غريب، كيف تحدد وقت الضحى؟ وقت الضحى أنت الذي تحدده أم الشارع؟ الشارع الحكيم. ولذلك وقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني تقريبا بعد ربع ساعة، إلى الزوال، قبل الزوال تتوقف، هذا هو وقت الضحى. أما إذا قصدت تقول: أنا أصلي الصبح وأمكث في مكاني وأصلي في وقت الضحى في وقت محدد، لا حرج، لأن هذا كله وقت لصلاة الضحى. تقول مثلا:
الساعة الثامنة أو الساعة التاسعة مثلا ملتزم بهذا لا حرج، لأن هذا وقت للضحى بارك الله فيك. أخي وأنا على رأي أن الصلاة في الجماعة واجبة ونصلي في المسجد قدر الإمكان، مؤخرا بدأ أخي في التهاون بالصلاة في المسجد ويصلي وحده في البيت، هل يجب علي أن أصلي معه في البيت وأترك المسجد لكي تكون له الصلاة جماعة وتجنب الإثم، أم يجب أن أستمر في الذهاب إلى المسجد إلى آخر ما ذكر السائل؟ لا، يجب عليك أن تحضر جماعة المسجد، ولا يجوز لك أن تتخلف مثل أخيك، لأن صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجب. وبالنسبة لأخيك هو لم يتخلف لعذر أو لسبب، حتى ممكن أن يقال لك صلي معه جماعة وانفعه وتصدق عليه، لا، وإنما السبب التهاون، فإذا صليت معه أنت أخذت حكمه في التهاون، فلذلك تصلي في المسجد ولا وأنت تسأل عن نفسك يوم القيامة، لكن استمر في نصحه وتذكيره. حججت هذه السنة وفي اليوم 12 وكلتني 4 نسوة برمي الجمرات، فرميت كل جمرة ب35 حصوة عن نفسي وعن الأربع نسوة دون فاصل بينها، فهل علينا شيء؟ طبيعة الحال يعني وردتني أسئلة كثيرة بسبب الإنابة في مسائل الرمي، خاصة من كثير من العجزة والضعفة، ويظهر والله أعلم بأن الشخص الذي لو رمى عن نفسه ثم أراد أن يرجع يصعب عليه ذلك، فلذلك أفتيناهم بأن مثل هذا لا بأس، يعني أن يرمي عن نفسه ثم عن وكيله الأول والثاني الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بهذه الطريقة لا حرج، يعني لا يشترط أن يرمي الثلاث ثم يعود لصعوبة الحال، والنظر إلى الواقع هناك مهم جدا بالنسبة لمن يسأل. هل يصح الاتفاق مع شخص يكون سائق لك بأجر شهري لكن يكون في أي وقت عند الطلب حتى لو كان ليلا أو نهارا؟ الجواب نعم، يجوز، لا بأس بذلك، بشرط أن تعلم بأن هذا أجير مشترك وليس أجير خاص، فهو لك ولغيرك، سواء أجر أسبوعي أو شهري. أنت الآن تسامحت في يعني في بقية الوقت، فأنت استأجرته على الطلب، قلت أعطيك شهريا 500 درهم، لكن متى ما إن طلبتك تحضر عندي، ما في حرج بارك الله فيك. ما حكم القروض من البنوك الإسلامية حيث يقترض 60,000 ويردها 72,000؟ هذا السؤال حقيقة يعني مشكل عند كثير من الناس، يفهمون أو يعتقدون بأن البنوك الإسلامية تقرض مال نقدي بهذه الطريقة، وهذا غلط، والسبب في ذلك إما أن يكون من المتعامل وإما أن يكون من المصرف الذي ما أفهمه مثل هذا الأمر. البنوك الإسلامية ما تقرض نقد أبداً، البنوك الإسلامية أو المصارف الإسلامية الذي أعرفه عندها قروض حسنة، تعطي قرض حسن غير مسترد، أما هذه القروض هذه عملية مرابحة، هو ما يفهم هذا الشيء فيستلم مال لأنه وقع على أوراق على عملية شراء معينة، والبنك وكل البنك من خلال بعض النماذج اللي وقع عليها أن البنك هو الذي يقوم ببيعها لطرف ثالث ويستلم المبلغ، فيظن بأن المصرف أعطاه هذا القرض النقدي، وهذا غلط، لا، المصارف الإسلامية ما تعطي قروض بمثل هذه الطريقة، فهذه عملية مرابحة بارك الله فيك، والمرابحة في الغالب الموجود الآن في المصارف الإسلامية سليمة ولله الحمد والمنة. ما حكم الاقتراض للزواج؟ نعم، يجوز إذا كان الإنسان يعلم من نفسه القدرة على السداد فإن هذا لا بأس به، وهذا عمل صالح ويعان بإذن الله تعالى، حق على الله عونهم ومنها الناكح يريد العفاف، فلا بأس إذا كان الإنسان يعتقد بأنه قادر على السداد والقرض ليس يعني مرهق له ولا مجهد له، لا حرج في ذلك. كيف التصرف إذا كان الرهن أغلى أو أقل من الدين؟ يعني هل يبيع الرهن ويأخذ حقه ويرجع المتبقي للدين؟ ما أدري السائل حضرت الدرس ولا لا؟ قلنا بأن الرهن إذا كان أكثر من الدين يبيعه ويأخذ حقه ويرد الباقي، وإذا كان أقل يبيعه ويطالب بالباقي، يبقى دين إذا كان أقل، ها؟ هذا الذي ذكرناه،
وبالمناسبة إذا كان هناك ترتيب من يعني الدولة لمسائل الرهن والتوثيق يجب أن يلتزم الإنسان بهذه الوثائق من خلال المحكمة مثلا أو الجهات المسؤولة. يعني بمعنى أنه إذا كانت الدولة تمنع أنك تبيع الرهن وهي التي تتولى هذا تلتزم، ما يجوز لك أن تبيع الرهن، وقد نص على هذا العلماء، نصوا على هذا. هل الرهن قيمة محددة أو مقدرة بالنسبة للدين؟ يعني إذا استدان 100,000 ورهن ساعة بقيمة 100 درهم يجوز؟ نعم يجوز. ساعة 100 درهم ورهن وهو يطالب ب100,000 يجوز. طيب إذا ما سدد يبيع الساعة 100 وكم يبقى عليه؟ 900 وكم؟ 99,000 وتسعمية؟ ساعة حد لون رولكس ممكن. طيب إيه. يقول بعض مكاتب التأجير يشترطون وضع جواز السفر إلى تسليم السيارة والتأكد من عدم وجود أي مخالفة عليه، فهل يجوز ذلك؟ أولا لا بد أن نعلم إذا كانت الدولة تمنع جعل الوثائق الرسمية رهن يجب على الشخص أن يلتزم هذا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والذي أعرفه بأنه لا يجوز رهن الوثائق الرسمية سواء الجوازات أو الهوية الوطنية أو بطاقة الأحوال المدنية، هذا لا يجوز لأن هناك منع. فكيف ترهن ويترتب على هذا عقوبات وجزاءات؟ هذا الذي أعرفه. الأمر الثاني، إذا كانت جهة التأجير تريد التأكد من شخصك وعدم وجود مخالفات أو مطالبة مثلاً أو ملاحقة قانونية مثلاً، تعطيهم الجواز وتأخذه بعد ذلك. هل تصح صلاة المأموم إذا لم يقل عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمد واكتفى بقول ربنا ولك الحمد؟ الجواب نعم، هذا هو الأصل. القول ربنا ولك الحمد للإمام وللمأموم وللمنفرد، وقول سمع الله لمن حمد للإمام وللمنفرد. وهناك قول أظنه مذهب للشافعية على أن المأموم يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فلماذا أنت تعجبت من هذا مع أن جماهير أهل العلم يقولون بأن المأموم يقتصر على قول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد على ما جاء في الرواية التي في الصحيح؟ زوجي لا يصرف علي ولا يحترمني وطول الوقت خارج المنزل وأنا تعبت منه وأريد الطلاق ولكن تبين لي أني حامل. لعل في هذا الحمل خير وما تدرين، لعل الله عز وجل أراد بك وبزوجك خيرا ويكون هذا الحمل سبب من أسباب يعني الألفة بينكم والتوادد والتحابب والاستقامة وإقامة الحقوق بالنسبة للزوج، عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يبتعد عن الإضرار بزوجته وأذيتها سواء بالضرب أو بالشتم أو بغير ذلك. وخلق الله تعالى البيوت لأن يستقر بها الناس، يعني البيوت إنما خلقها الله وأنعم بها علينا حتى يعني يستقر بها الناس ويقومون من خلالها بإقامة الحقوق والواجبات البيتية والمنزلية والزوجية. فأنا أنصحك بأن تبعدي فكرة الطلاق وأن تهتمي بزوجك وأن تتفق ولا تختلف وأن تتغافر فيما سبق وأن تبدأ حياة جديدة. حكم من اغتسل غسل الجنابة الواجب وشك أنه لم يتمضمض ويستنشق بعد أن ارتدى ملابسه بوقت يسير، فهل يكتفي بأن يتمضمض ويستنشق؟ القاعدة الشرعية أن الشك بعد العبادة مطروح، فأنت شككت بعدما انتهيت من الاغتسال فلا قيمة لهذا الشك، بارك الله فيك. ولو تيقنت فغسلك صحيح، لأن مسألة المضمضة والاستنشاق خلافية بين أهل العلم، وعندنا قاعدة أن المسائل الخلافية هذه إذا لم يأتي الإنسان بمثل هذا الأمر بعد فوات محله فإن المفتي ولو كان يعتقد وجوب هذا الأمر فإنه لا يبطل العبادة. نحن إخوة وأخوات ورثنا منزلا بعد وفاة الوالد، فإذا تطلب المنزل صيانة فهل الصيانة واجبة على جميع الورثة أم على من يسكن هذا المنزل
وإذا تشاركنا كلنا نحن الورثة في تكلفة الصيانة فهل الواجب أن يكون تقسيم التكلفة بيننا إلى آخر ما ذكر. بالنسبة لمن مات لهم ميت وورث منزلا وسكنه بعض الورثة دون بعض ولم يقسم بعد، فإن الصيانة على من انتفع بهذا المنزل دون بقية الورثة، ولذلك هم يستهلكون منافع هذا المنزل، يستهلكون منافع هذا المنزل يوميا يوم بعد يوم، فالصيانة عليهم وليس على بقية الورث. وإذا جاءت القسمة قسموا البيت على قسمة الله عز وجل في القرآن، ولذلك الصيانة يتكفل بها من ينتفع بهذا البيت، يعني يستغل وينتفع بمنافع هذا البيت. صديق لي في العمل اقترض مني مبلغ من المال وقال بأنه سيسدد المبلغ بعد 3 أشهر، ومضى أكثر من 3 سنوات ولم يسدد المبلغ، ولا أريد أن أشتكي عليه حتى لا تكون خصومة، ما العمل؟ لا شك بأن هذا الشخص إذا كان يختلف الجواب، فإذا كان معسرا فالواجب إنظاره، لأن الله تعالى قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأما إذا كان موسرا فلا يجوز له ويحرم عليه المماطلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، فلذلك لا يجوز لهذا الشخص أن يماطل، يعني 3 أشهر ومضى 3 سنوات ولم يسدد، لا شك بأنه إذا كان متعمداً مماطلاً وهو موسر فإنه واقع في إثم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. خلاص مرة. طيب، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.